السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العلم المختار في اللغة العربية 116-117 على بركة الله. إذا نبدأ. أعود إلى الحوار الوارد في نص جبران خليل جبران وسياق الجمل التي تضمنت. مهم الجمل: اسمي فؤاد، أنا ابن مار، طلبانية، هي الآن في بيروت. ألاحظ الأمثلة فأجدها تحتوي على أسماء، يعني شنو هما الأسماء؟ هما فؤاد، مارتا، بيروت. نعم، إذا هذه الأسماء تدل على أشخاص، هذا الشخص، هذا الشخص، هذا مكان. ولبعض أشياء أخرى تشمل مثلا باسم خاص، محروسة مثلا، المحروسة اسم سفينة، هذا نسميه اسم علم. محروسة هو اسم شيء، سفينة اسمها. فبماذا تعرف هذه الأسماء التي تشير إلى واحد من متعدد؟ إذا هي تسمى أعلام. انظر الأمثلة التالية: عبد الله، عبد الله، بعل بك، تأبط شرا. ما الفرق بين اسم العالم فؤاد واسم العالم عبد الله وتأبط شرا؟ هنا بالنسبة لفؤاد فرد مفرد ومفرد، هنا مركب في جوج كلمات: عبد الله، هنا تأبط شرا. أبرز عربية العلاقة بين اسم عبد الله بين جزئي اسمين، المهم بعلاقة إضافة. أنا عبدي مضاف والله مضاف إليه. ماذا يسمى هذا النوع من التركيب؟ تركيب إضافي. مما تكون اسم تعبر شرا، اسم فعل، فعل هو اسم، شيء اسم وفعل، تعبر فعل وشرا اسم. ما نوع التركيب في هذا الاسم؟ تركيب إسنادي. وحدد جزئي اسم بعل بكة والعلاقة بينه. عندنا بعل، عندنا بكة، بعل إله، بكة تعني البيت، وهي امتزج فأصبح كلمة واحدة، مركب مزجي. لو نينا كنقولهم بجوج: بعل بكة، حضر موت. انتقل مما سبق. هنا اللي كيهمنا هو هاد مثلا مارتا، هذا اسمها. البانية هو صفة، إذا هو لقب. بانا، بان من بان، نعم. عبد الله هذا اسم طبعا، طبعا اسم. ابن مسعود هو كنية، ملي كنلقاو ابن ولا كنلقاو ابو ولا كنلقاو ام كنعتبروها كنية. زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، فما تسمى هذه الأسماء: أم سلمة، أبو حفص، أبو علي، ابن عفان، كنسميوها كنية. في ما تلقاو ابن أبو أم وكمالة، أبو لهب مثلا، ابن الخطاب، أم سلمة، هذه كنية. نعم، وما لا تقرأه بحال هذا. مثلا هنا شو، هنا مثلا هذا المركب إسنادي شو كيكون؟ بحال مثلا شهر زاد، شهر زاد، جاد المولد، أسماء يعني أسندت إلى بعضها. أما بحال عبد الرحمن، عبد، بيكون أسماء بجوج. هذا اسم، هذا فعل. شهر زاد هذا فعل، هذا اسم. جاد المولى، عبد الرحمن، أسماء بجوج. بدر الدين بجوج أسماء. مركب مزجي مركبت فيه كلمتان دون أن تكون بينهما علاقة إضافة أو إسناد، بحال بعل بكة، سيبويه، معدي يكرب، حضر موت. هنا اسم، شنو هو الاسم؟ هو ما دل على مسمى مباشرة، بحال انت سميتك محمد، رشيد، ياسين، هادو اسماء. اما اللقب مالو، الكنية ديالك مثلا، ماشي بالضرورة كنيتك، مثلا تقولو المجتهد، رشيد المجتهد، وديك المجتهد ماشي اتنعت، لا، تكون ديما كيعرفوك بها. عندك سمية مثلا تكون للمدح او الذم، بحال مثلا نقولو جارنا، وهاديك جاركم مثلا صلع، نقولو جاء الأصلع، هذيك الأصلع ولا معروف بها، كيتسمى لقب. كان عاوتاني مثلا عنده، مثلا هو مهندس، ولكن تقول على بحال لقب، نقولوا مثلا محمد المهندس، هذيك المهندس وليتي كتقول، تقول نسميه بها، كتقول ديما المهندس، هذا كيتسمى لقب. فهمت؟ ما بقاش مهنة ولات لاصقة فيه لقب. هنا مثلا الكنية كيف أمه، أبو، ابنه،
كان أبو موسى الأشعري شنو قال له هنا؟ قال نسخ كل اسم عالم من في النص ثم صنفه في الجدول. إذا بغاو هنا اسم عالم، هو اسم عالم أبو موسى، نوعه كنية، قلنا أي حاجة فيها أبو أمه ابنه كتسمى كنية. الأشعري هذا نوعه لقب، وليا على الكوفة، الكوفة اسم مكان، اسم واحد المدينة سميتها كوفة في العراق في خلافة عثمان رضي الله عنه. إذا عثمان اسم، كون قلنا عثمان نقولو اسم، نقولو بنو عفان هذيك بنو، كون قلنا راها كنية، ولكن ما داروهاش. ولم يزل عليها حتى استخلف، سخلف علي، إذا علي نوع اسم. إذا نكملو في الصفحة الأخرى ولا باقي هذه تحت. فلما سار علي إلى أهل البصرة، البصرة مدينة كذلك في العراق سميتها البصرة، نوعه اسم قلبه. إذا ليمنع طلحة، طلحة هو اسم، الزبير اسم، أرسل إلى أهل الكوفة يدعوهم لينصروا، فمنعهم أبو موسى شفناها، الكوفة شفناها، فانعزلوا عليه، علي تو شفنا. إذا كاين هادو صافي نكملوا. آتي باسمي على مركبين وأركبهما في جملة، ندير مثلا مركب مزجي نقولوا حضرموت من أجمل المدن التاريخية. نشوفوا مثلا هنا مركب إسنادي حاز جاد الحق، حاز جاد الحق على المرتبة الأولى في السباق. طبعا إذا عندنا واحد النوعين، مزجي وإسنادي. ممكن دير إسنادي تقول عبد الله، عبد الرحمن، ضياء الدين، بدر الدين مثلا. وحول الجملة التالية إلى مثنى والجمع بنوعيهما مع الشكل، يدعو الناس لنصرته، مثنى المذكر يدعوان الناس لنصرتهما، مثنى المؤنث يتدعوان الناس لنصرتهما، جمع مذكر يدعون الناس لنصرتهم، جمع مؤنث يدعون الناس لنصرتهم. بحال بحال دوك بحثت عليها لقيت بأن هذيك يدعون كنقولوا المؤنث والمذكر الجمع طبعا. يلا باش نمشيو لآخر سؤال، إعراب. أعرب أمرهم أبو موسى. إذا أمر فعل ماض مبني على الفتح، هم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، الفاعل هو هذا هو ديك أبو، فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة اللي شفتو في السادس، وهو مضاف، موسى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، والمانع من ظهورها التعذر. بغيتي تكمل، المانع من ظهورها التعذر، الذال فوق نقطة. بالعقود جار ومجرور، الباء حرف جر مبني، العقود اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طبعا قالت لنا حاجة واحدة، هي صلوا على رسوله.